أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي مسك جمعة مباركة في اليوم ال 18 من شهر رمضان. تقبل الله طاعتكم وصيامكم بحلقة اليوم من معكم في رمضان يلي عم تترافق مع بدايات دخول قرار حظر ومنع التجول حيز التنفيذ في تركيا. عم نكون معكم من قلب استوديوهات مسك باسطنبول لحتى نضل مرافقينكم ونقلين كل شيء عم يخطر على بالكم للمختصين من ضيوفنا. لهيك وكون نسبة كبيرة منكم ما رح يكون عندها شغل ورح تضل ببيوتها، حبينا نتناقش بموضوع بيتعلق بالحالة النفسية اللي عم تكون عند كل واحد فينا مع أول يوم من الأيام ال 18 من الحظر. رح ندردش ونسأل دكتورة ميسون النباهين عن التفاصيل ونقدم اقتراحات اللي يمر هذا الوضع بكل سلامة وصحة نفسية. لهيك سؤالنا التفاعلي لليوم، ما هي مخططاتكم لتقضوا فترة الحظر لما تبقى من رمضان والعيد؟ بدي أذكركم بأرقام التواصل يلي هنن 0350-34-16 أو 17. كتبوا لنا كمان أراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا بالبث المباشر في الفيسبوك واليوتيوب. أما هلأ رح نتابع تقرير حول موضوع حلقتنا ومنرجع لنبدأ حوارنا. في ظل استمرار انتشار وباء كورونا عالمياً، فرضت الكثير من البلدان الحجر الصحي وحجر التجوال على مواطنيها لمنع المواطنين من الخروج من المنزل والمخاطرة بالتقاط الفيروس ونقله إلى عدد أكبر، ولذا سيضطر الكثيرون للجلوس في منازلهم وسط عائلتهم، ولكن البعض ليس لديه عائلة وسيعيش فترة العزل وحيدا في منزله. تلك الفترة ستحميك جسديا من التقاط الفيروس، لكن لن تحميك عقليا ونفسيا من فترة العزلة. هذا ما يؤكده الخبراء النفسيون، إذ يقولون أن فترة العزلة في المنزل قد تؤثر على الصحة النفسية سلبا، في حين أن العمل عن بعد يبدو وكأنه شيء مريح ويمنحك مزيدا من الاسترخاء، ولكن العزلة وغياب الجدول الزمني لتنفيذ المهام والانغلاق على النفس في المنزل تعد وصفة مضمونة للاكتئاب. وللحفاظ على صحتك النفسية أثناء فترة الحجر، يفضل ألا تستسلم للنوم والبقاء في الفراش حتى وقت متأخر من اليوم. رتب سريرك وغير ملابسك. إذا كنت تباشر عملك من المنزل، التزم بأوقات العمل المعتادة. وإذا كنت لا تعمل من المنزل، فابتكر لنفسك جدولا زمنيا للواجبات اليومية. كما يفضل أيضا أن يحتوي جدولك على وقت لمحادثة أقاربك وأصدقائك حتى تكسر حاجز العزلة الاجتماعية الذي تشعر به. ومن المهم أن تمارس هواية أو تطور مهارة لديك. قد تبدو تلك التفاصيل صغيرة وبسيطة بالنسبة لك، ولكن تأثيرها النفسي الإيجابي سيكون كبيرا عليك. عودة عن جديد متابعينا، أكيد بداية حلقتنا اليوم مميزة رح تكون كونها تمهيد لموضوع أساسي ورح يضل معنا مرافقنا مسألة الحظر مدة 18 يوم. رح نعرف شو هي الحالة النفسية يلي بترافق كل واحد فينا، وأيضا ما هي الوسائل الطرق لربما النشاطات يلي بإمكاننا نحن نمارسها أثناء وجودنا في المنزل ووجود عدد كبير من الأشخاص في المنزل. بدي رحب بالدكتورة ميسون محمد النباهين، وهي حاصل على دكتوراه في التربية وأيضا مدرب دولي. يسعد صباحك دكتورة ميسون، أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك وكل أوقاتك. الله يسلمك. كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير يا رب دكتورة. دكتورة، بداية مثل ما تابعنا بالتقرير معلومات تمهيدية حول كيفية لربما استقبال أو تحضر لفترة الحظر وما يمكن أن يؤدي أصلا حظر التجول الحجر المنزلي منع التجوال لانعكاس على الحالة النفسية لكل واحد فينا. مبدئيا سؤالنا العام والعريض ربما، كيف نحضر أنفسنا نفسيا لربما هذا مو أول حظر يعني بيكون بتركيا وبيستمر أيام طويلة، لكن نحن هلأ بأيام لها خصوصية لها طقوس مميزة وهو شهر رمضان المبارك. كيف فينا نحضر حالنا بالحظر مع شهر رمضان؟ بداية الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إنه لمن دواعي سروري أن أكون معك أستاذة هلا في هذه الاستضافة الطيبة. بداية أقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير. بألف خير. طبعا رمضان
رمضان قرب على الانتهاء، يعني تقريبا دخلنا في العشر الأواخر من رمضان. طبعا كما قلت أستاذة هلا، إنه هذا ليس أول حظر أو أول مرة نجلس فيها فترة طويلة في البيوت، فبالتأكيد تكون الحالة النفسية مشدودة، تكون الشخص يكون يشعر بالضغط النفسي، بالتوتر، بالاكتئاب. يعني حتى الأشخاص اللي أكثر هدوءا أو اللي بتميزوا بأنهم سماتهم الشخصية هادئين، مع هذا الحظر أو مع الظروف اللي مرينا فيها مسبقا إلى الآن، نعم ترينه أصبح أكثر ضغطا، أكثر شدا. مجرد ما يتعرض لأي مشكلة بسيطة هو سهل الاستفزاز، فما بالك بالأشخاص اللي أصلا سماتهم الشخصية عصبية. طبعا أكيد بالتأكيد يعني الجائحة شكلت عبء نفسي كبير علينا كأشخاص سويين، أخذت من طاقتنا الإيجابية كثير، خاصة أنت بتتكلمي عن أشخاص لربما مش متعودين يقعدوا بالبيت، يعني في تماما رجال ممكن وقتهم طول الوقت أو طول اليوم أو أكثر من نص الوقت تلاقيهم برا البيت، ففجأة يلاقي حاله قاعد في البيت، هذا بالتأكيد شيء يعني حيشكل عليه أزمة، حيكون قنبلة موقوتة لأي اشتعال. تمام؟ فالآن احنا بدنا نتكلم، احنا الأشخاص هذول أو الأشخاص بشكل عام كيف ممكن يقضوا فترة الحظر، فإحنا بدنا نحط مقترحات. يعني أول نعم حاجة إنه ممكن الشخص دكتورة، بس لازم يبدأ. من بعد إذنك نحن ممكن نحن ما ندخل مباشرة بالمقترحات، نخلي المقترحات يعني بمنتصف الحلقة أو حتى تمام كمحاور تمام ختامية لحتى نعطيها كنصائح للأشخاص اللي عم أكيد يتابعونا. لكن بدي أنا بس حابة أذكر الأشخاص أنه في نحن طرحنا من امبارح دكتورة سؤال تفاعلي بحلقتنا، وسألنا أنه كيف ممكن تقضوا يومكم بالمنازل أو فترة الحظر أصلا، يعني نحن عندنا رمضان والعيد، وقدمنا عدة اقتراحات منها النوم الأكثر، الطعام الأكثر، ربما نشاطات ومشاريع جديدة، وقدمنا أيضا خيار آخر وهو لا أعرف إلى الآن ليس لدي خطط. بصراحة معلش دكتورة رح نحن نرصد أهم هدول التعليقات اللي وصلتنا من امبارح لحتى نحاول مباشرة نسلط الضوء على العينة الأكبر من الأشخاص كيف ممكن عم تشوف فترة الحظر من وجهة نظرها. في الأستاذ نبيل العلوي قدم وقال أنه أنا رقم واحد اللي هو كان خيارنا مشاريع وخطط جديدة. في علاء كمان علق وكتب لا أنا عندي لحد الآن ما بعرف، يعني حط خيار أنه أنا ما عندي أي لحد الآن أي خطط. في تعليقات كمان وصلتنا عبر الستوريات اللي كانت بصفحتنا بالبث المباشر بصفحتنا على الفيسبوك. كان في أبو أحمد عم يقول رح يكون في عنا وجع راس بالبيت لأنه قاعد بلا شغل. أيضا كمان أبو جعفر دكتورة علق وقال صعب كتير حيكون الوضع لأنه ما في شغل وأنا موجود بالبيت وبسبب الصيام حيكون في تعب، وعم يدعي الله يفرج لأنه الأوضاع حتكون صعبة. أصلا هو عم يقول نحن قاعدين ما لنا مستقرين بهذا البلد أو بحتى هذا البيت، قاعدين بأجار، فربما حيكون الوضع والضغط مضاعف. حبيت أرصد لك دكتورة أغلب التعليقات اللي كانت صراحة عم توصلنا مبارح ولحد الآن مباشرة بسبب من خلال التعليقات على الفيسبوك. ممكن أنت تعطينا وجهة نظرك بهي التعليقات؟ يعني إحنا هلأ لحد الآن بين رأيين، أشخاص محددين تماما شو عندهم سلسلة من المشاريع، وأشخاص لا لسه، رغم أنه مثل ما قلنا يعني هي مو أول فترة حظر وإنما لحد الآن لسه ضايعين ما لهم عارفانين شو يعملوا. رؤيتك وتفسيرك ربما لهذا الكلام؟ هو أستاذة هلا، يعني حسب ما حضرتك تفضلتي وتكلمتي، الأشخاص أنا برأيي الأشخاص اللي مش محددين أهدافهم أو مش محددين كيف بدهم يستغلوا فترة الحظر، فأنا بتهيألي هذول الأشخاص من البداية ما عندهم رؤية للحياة. يعني الشخص اللي يعني أنا بعتبرهم أشخاص سلبيين. الآن الوقت إحنا بنعتبر الوقت يعني شيء ثمين، ويعني ما شاء الله في فترة الحظر الوقت موجود بكثافة بشكل كبير، فأنا الصح إني أنا أستغل هذا الوقت في إني يا أطور نفسي في لغة جديدة. طبعا يعني 3 أسابيع
قدر مش كافي اني انا اطور نفسي بلغه جديده، او اني مثلا اقول بدي احفظ القران الكريم، لكن ممكن ابدا بالاساسيات. يعني ممكن أو اوضع خطه، يعني انا الان عندي 3 اسابيع ممنوع اطلع من البيت تماما، فال3 اسابيع هدول انا ممكن اعمل لي خطه من اول يوم انا قعدت فيه بالحضر. انا اليوم مثلا بدي اتعلم كلمتين، في مثلا الناس اللي مش متقنين التركي، انا اليوم مثلا بدي احفظ 5 كلمات، بكره حلو، 5 كلمات، ما بيخلص فتره الحضر انا بكون يعني اخذت الاساسيات الموجوده باللغه التركيه. في مقارنه بالقران في اليوم احفظ صفحه صفحه خاصة فرصة نحن يعني تلاوتنا للقرآن صحيح الكريم بشهر رمضان بتزيد أكثر، وهي فرصة إنه يكون عندك اليوم بأكمله، صحيح. ما في عندك ضغط المواصلات، الانتقال من البيت للشغل من الشغل للبيت، فرصة بالفعل لأنه تستثمر هي القيمة بقراءة القرآن أكثر وربما حفظ القرآن. صحيح، يعني هي الفكرة إنه يعني بالدرجة الأولى أستاذة هلا هي بتعتمد على الشخص نفسه، يعني هي بتتفاوت من شخص لشخص. في ناس ممكن تستغل اليوم استغلال جيد، وفي ناس ممكن يضيع عمرها كله تتفاجأ وصلت ل 60 سنة أنا شو عملت في حياتي؟ نعم أنا شو سويت؟ لا شيء، الإنجاز زيرو أو الإنجاز سالب. فالفكرة إنه أنا عندي 3 أسابيع، 3 أسابيع بتعلم مهارة جديدة، بتعلم لغة جديدة، يعني بتعرف على، يعني إحنا عندنا كان بغزة الكهرباء بتقطع تقريبا 12 ساعة أو 8 ساعات، فكانت لما تقطع النت عندنا بيفصل، فنقعد نحكي يلا بدنا نتعرف على بعض من اول وجديد، او نعم بدنا نحاول نعرف احنا شو بنحب شو بنكره في فتره الانقطاع هذه الطويله. فهي فتره انه انا اعرف اهتمامات اطفالي، اعرف احتياجات زوجتي، جميل او انا اعرف احتياجات زوجي. فبتكون فرصه انه الاسره تبدا تتعرف على نفس على 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 اهتماماتها. يعني الان انا كمان موضوع الكتابه، الان لما اقعد امسك ورقه وقلم واكتب لربما يظهر عندي شغلات جديده انا ما اكتشفتهاش في نفسي، لربما اكتشف انه انا شخص عندي يعني هوايه الكتابه الادبيه، او انا شخص بكتب، او بعرف يعني اكتشف نفسي شغلات ما كنتش مكتشفها. برضو انا في فتره الحظر لازم ابعد عن سماع الاخبار السلبيه، خاصه الاخبار تمام المتعلقه بالفيروس، الاخبار المتعلقه بالفيروس، لان هذه احنا قاعدين، عفوا احنا قاعدين في فتره حظر، حظر مكتئبين، نفسيتنا متدمره، زي ما حكيت لك متعرضين للاشتعال في اي وقت. تماما فكمان بدنا نيجي نسمع والله الحالات زادت، والله فلان اصيب بكورونا، فلان مات، فهذه الاشياء كلها الاخبار هذه تنعكس سلبي مع الفتره السلبيه اللي احنا بنعيش فيها. طيب دكتوره، بس هي فبالتالي يعني نحن بشكل او باخر خلينا شوي نكون منطقيين واقعيين، هي الاخبار حتى عم نحاول نبعد عنها عم تلاقيها دائما هي يعني تجينا، يعني مثلا مثل ما قلت ممكن نسمع خبر من اقرباء، يعني حتى لو ما تابعنا المواقع التواصل او القنوات الاخباريه، فبتلاقي انه هي الاخبار دائما نحن موجودين بهذا الواقع يلي هالاخبار السلبيه عم تلحقنا او عم تكون يعني اجباري لنسمع عنها. كيف نحن هون نصد أنفسنا ونحمينا نحمي أنفسنا من هذا الخبر السلبي؟ شوفي أستاذ هلا، هلا أنا زي ما حكيت إنه أنا شوية أبعد، أنا يعني إحنا مش منقطعين، إحنا عايشين في عالم متكامل، تماما فمش بالضرورة أنا انقطاع تام، ولكن أنا بقول أخفف. يعني مثلا طبعا إحنا من وين بنعرف الأخبار؟ من مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، أو إذا كان لا سمح الله قريب لإلنا أصيب بيجينا خبر انه فلان اصيب، تماما. فانا احاول من خلال احاول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مش بالضروره انا اقعد طول الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، يكفي ساعه. تماما يعني صراحه في اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فعلا بتعمل لك اكتئاب بعيدا عن الفيروس، يعني نعم فانا دكتورة. احاول اقنن عدد ساعاتي في هذا الباب، جميل اني انا جدا اقعد دكتورة، نحن متابعين أكيد مع حضرتك دكتورة ميسون، لكن رح نطلع على فاصل إعلاني قصير وبنرجع بعده لنكمل حوارنا دكتورة. متابعينا فاصل إعلاني قصير وبنرجع أكيد لنكمل حوارنا الشيق، خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران،
خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة مجددا متابعينا بحلقتنا اليوم، حلقة يوم الجمعة من برنامج معكم في رمضان. بدي أرجع رحب بالدكتورة ميسون النباهين، وهي حاصلة على دكتوراه في التربية أو دكتوراه في التربية. دكتورة ميسون، حكينا قبل الفاصل عن بعض النشاطات لربما يعني بشكل أو بعض المقترحات لربما التي يجب أن نقوم بها لحتى نحاول ندخل فترة الحظر بصحة نفسية سليمة. في التقرير اللي مرق بالقسم الأول من الحلقة كنا عم نحكي أو ذكر التقرير أنه أهمية حتى لو أنتوا قاعدين بالبيت، كانوا عم يقولوا الباحثين والدراسات ربما أنه غيروا ملابسكم وتحضروا وكأنكم طالعين لبرات البيت، يعني نفسيا هذا الشيء بيساعدكم على شعور أمثل ويعني بعيد عن الضغط والتوتر اللي ممكن يحصل أثناء وجودكم في المنزل. رأيك بهذا الموضوع؟ هو شوفي، بالنسبة لموضوع انه انا احاول اني اهيئ نفسي انه انا خارجة من البيت، او احاول اهيئ نفسي انه انا مش عايشة فترة حظر، هي بالتأكيد بتعكس بشكل ايجابي على 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 نفسي، انه انا ممكن انا واطفال، يعني مثلا احنا حنيجي فترة الحظر حيكون لنا عيد، صح؟ حيجي العيد واحنا بفترة الحظر تماما. طبعا انا ليش ما اكون اشتريت ملابس جديده،
هيئة أطفالي إنه إحنا أو زوجتي أو زوجي إنه إحنا حنمارس طقوس العيد مثل ما بنمارسها كل سنة. الأمور راح تكون طبيعية، اشترينا الملابس، جهزناها، عشنا حياتنا بشكل طبيعي. هذه الأشياء أو هذا الشيء يخفف من الضغط النفسي اللي إحنا بنعيش فيه. نعم. هذا شيء كتير ممتاز إنه أنا أحاول أعمل تغيير. يعني في مقولة بتقول إنه إذا لم تستطيع ترتيب سريرك فأنت لن تستطيع أن تقود الأمة. يعني الشخص يحاول يستغل فترة الحظر هذه بكل ما هو جديد، بكل ما هو في يعني كل شيء ممكن يحاول يعني يخفف من الضغط اللي بيعيشه. فأنا يعني أحاول إني أعمل تغييرات بحياتي، تغييرات بطريقة تفكيري. أنا ربما في الفترة هذه أحاول أكتشف شغلات في طريقة تفكيري أنا ما كنت بعرفها، أحاول أعمل شغلات جديدة، أحاول أعمل تغييرات في ديكور البيت، تغييرات في نمط حياتي. لربما هذول الشغلات التغييرات دكتورة، يعني مثلا نحن مشان كونه هلأ العائلة كلها يعني قاعدة بالمنزل، لربما نشارك الأفراد الأسرة. يعني مثلا نحن مثل ما ذكرتي إذا في عنا شغلة الديكور نخلي الزوج الأطفال يساعدوا بابتكارات جديدة، يعني ممكن يكون هذا الشيء أكيد له أثر إيجابي. صحيح صحيح. يعني هي فرصة زي ما أسلفت مسبقا إنه إحنا نتعرف على بعض من أول وجديد، نتعرف على مهاراتنا، نتعرف على قدراتنا، نحاول نكتب، نحاول نرسم، نحاول نقعد نفهم الأطفال عنا شو يعني حضر، إحنا ليش قاعدين في البيت. يعني نحاول إحنا نستثمر الأوقات هذه بشكل جيد. في شغلة مهمة أستاذة هلا، إنه إحنا هي فرصة. يعني الآن الله عز وجل ابتلانا بهذا الوباء، فإحنا هذه فرصة إنه إحنا نقوي علاقتنا بالله عز وجل. جميل. صلاة عبادة. يعني الشخص اللي ما بيصلي يحاول يفكر يتدبر هذا الوباء. يعني صدقا يعني هو يعني انت زي ما انت شايفة أصاب العالم كله، فهي فرصة للعودة إلى الله عز وجل إن أنا أقوي علاقتي الإيمانية بالله عز وجل من صلاة، من صوم، من عبادة، من عبادات، من حتى صلة الرحم. مش بالضروري أن أخبط الباب على أختي أو أخويا ويعني أزوره، ممكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أتواصل معهم، أسأل عن أختي، أتصل عليها. يعني هذا أنا لما أستثمر الوقت هذا بالشكل هذا فبالتأكيد كل الضغوطات النفسية اللي أنا بعيشها، لأنه صراحة الزوج راح يكون واقف للزوجة على كلمة، الزوجة راح تكون واقفة للزوجة على كلمة، الزوج مش راح يتحمل أي شيء أولاده أو أطفاله راح يعملوه سواء كان سلبي أو إيجابي. فبالتالي أنا بدي أحاول أستثمر الوقت هذا بالأشياء الإيجابية، أحاول أغير. دكتورة بتحسي إنه بتحسي يعني نحن هلا كشخص يعني كتحرك فردي ربما على الصعيد الشخصي نحن في عنا مسؤوليات مثل ما قلتي لازم نتدبرها، ناخذها بعين الاعتبار لحتى نكون مرتاحين، بس بنفس الوقت عم نحس انه المجهود لازم يكون جماعي، وخاصه نحن عم نحكي بجو اسره، او حتى اذا ما في اسره الشباب الموجودين بسكن، مثل كثير من الشباب الموجودين هون بتركيا قاعدين مع بعض، يعني حتى كمان ممكن يصير في خلافات، انفعالات عصبيه نتيجه الصيام و القعدة بالبيت وقلة الشغل في بعض الأشخاص نتيجة الحظر بتوقف رواتبهم كمان. يعني هدول الضغوطات ليست بالأمر السهل صراحة، فبتحسي أنه لازم يكون العملية جماعية، يعني الكل يتفهم هذا الوضع، مو شخص منطلقا بس من نفسه والباقي أنه يترك. صحيح صحيح صحيح. لا أنا زي ما أسلفت أنه العملية متكاملة، لازم الزوجة الأولى، وزي ما حضرتك استاذه هلا تفضلتي انه لو في سكن الان في يعني تركيا اغلب الشباب والبنات ساكنين بسكنات جماعيه تماما، احنا الان في رمضان ممكن يكون في افطار جماعي، ممكن نقعد على طاوله السفره، نقعد نقرا قران، نصلي تراويح جماعه، نحاول نتدبر يعني كل يوم مثلا نستخدم او نقرا ايه قرانيه ونفهم شو تفسيرها، لانه احنا مجتمعات للاسف نقرا القران ولكن لا نتدبر. يعني فالفكره انه انا اقرا الايه واتدبر فيها من خلال الجروب او الفريق اللي انا عايشه معه. يعني هنا في اي سكن بتلاقي او في اي بيت الاشخاص اللي عايشين فيه يعني معرضين للانفجار باي وقت، فانا احاول امتص باني استثمر وقتي
كل دقيقة استثمار جيد. أحاول إني أتعرف، يعني تعرف أنت بموضوع السكنات الشباب أو البنات ما بيعرفوا بعض، فهي فرصة عشان نتعرف على بعض، نشارك هموم بعض، نحاول نتقرب من بعض. ما تزيد العزلة لربما والوحدة اللي ممكن يشعروا فيها، ما تزيد، لحتى ما تزيد. نحن يعني يفضل أنه بالفعل ننصح كل الشباب والصبايا الموجودين أو حتى الأفراد بكل مكان أنه يحاولوا يحفزوا هاي النقطة، التواصل مع الآخرين المحيط الموجودين فيه، أو حتى التواصل مع أقربائهم. يعني مرة دكتورة أحد المتصلين حكى أنه أنا مثلا ما بحاكي أمي من سنة، يعني هي بمكان وانا بمكان وما لي محاكيه، بس اجى فتره الحظر وخلاني اتذكر انه قديش صله الرحم ضروريه هي امي، ولازم انا دائما اطمن عليها، وواظب على عمليه التواصل بشكل مباشر بعد، يعني بمجرد دخوله فتره الحظر. ومثله متايل، يعني بنسمع كثير قصص اخرى مشابهه. صحيح صحيح، هو فتره الحظر هي فرصه زي ما اسلفت انه احنا نتعرف على، حتى عارفة أستاذ هلا، نتعرف على العيوب اللي موجودة فينا أو وين نقاط الخلل اللي كانت موجودة عندنا أو اللي إحنا بنمارسها بشكل مستمر. أنا أكتشف أنه أنا ليش أنا كنت أعمل هيك، ليش كنت أسوي هيك، لا أنا بدي أعدل، أنا بدي أسوي. حتى لو أنا في خلاف بيني وبين زوجتي، خلاف بيني وبين زوجي، خلاف أنا ومثلا وبنت ساكنة معي بالسكن، أنا ممكن هذه تكون فرصة أني أصلح بيني وبينها أو أصلح بيني وبينه. فهذه فرصة أنه أنا أحاول أعدل من الأشياء السلبية اللي كانت موجودة. يعني أحاول أني أعدل من الأشياء السلبية، أحاول أرسخ الأشياء الإيجابية الموجودة عندي. جميل. أحاول أني أتواصل مع المجتمع اللي أنا بعيش فيه، حتى لو موجود كورونا وموجود حظر وموجود أشياء بتحيل هذا التواصل، لكن أنا ممكن بطريقة ما أحاول أعزز هذا التواصل. دكتورة، لأن أنا حكيت لك التواصل. نعم. أنا حابة بس أحكي في بعض الأفراد بالعائلة، يعني لا تخلو عائلة أو حتى لا تخلو صداقة ربما وشباب إلا ما يكون في شخص عنده هذا دائما، القلق، التوتر، الوسواس القهري، الهلع، الخوف الدائم من ازدياد حالات الإصابات أو الوفيات من جراء هذا الوباء. نحن شو فينا نوجه لهم كلمة لهدول الأشخاص؟ شوفي، سبحان الله، أنا بعتبر الشغلة هذه مرتبطة ارتباط كبير بالإيمان بالله عز وجل. يعني الإنسان كل ما كان فاهم أنه في يوم من الأيام أجله راح ينتهي، سواء بكورونا سواء موتة طبيعية سواء، فالإنسان التسليم، الإيمان بالقضاء والقدر. كانت أمي الله يذكرها بالخير تحكي ما حدا بموت إلا أجله أو لما يجي أجل. فالفكرة أنه إحنا كلنا، كل إنك ميت وإنهم ميتون. الله عز وجل خاطب سيدنا محمد بهذه الآية الكريمة، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني كلنا راح نموت في النهاية. أنا أخذ بالأسباب عشان أنا أمنع القلق الموجود عندي. جميل. أنا قاعد ببيتي ما أخذ أساليب الاحترازية كلها، أحاول إنه أنا أبتعد عن كل الأشياء اللي ممكن تسبب لي الوباء، أحاول إني أنا أبعد عن كل شيء ممكن يوتر أعصابي، ممكن يضايقني، ممكن. وأنا حكيت نقلل قدر المستطاع سماع الأخبار السلبية، وخاصة الأخبار المتعلقة بالفيروس. يعني أنا لو أحدد لنفسي مثلا نص ساعة باليوم أسمع أخبار، أقعد على مواقع التواصل الاجتماعي، مش بالضرورة أضلني ماسك الجوال كل ما أقرأ خبر حدا مات أقعد أكتئب وأندب حظي وأقعد أبكي. فأنا بالتالي التسليم، تسليم لله عز وجل، انه انا انسان اخذت بكافه الاساليب الاحترازيه وسلمت امري لله عز وجل. نعم. ايش بيصير بعد ذلك فهو بيد الله عز وجل. تمام. يعني في ناس، انا في شخص بغزه يعني بقرا امبارح بيحكي انا كنت ماخذ كل الاساليب الاحترازيه وقاعد ببيته وبحتكش وبطلعش وبنزلش، لكن صار معي فيروس، صار معي الوباء واصبت بالكورونا. خلص، هذا ابتلاء، احنا لازم نصبر ولازم نتحمل. تماما. بالعكس، انا برايي استاذه هلا، أنا برأيي إنه الشخص في هذه الفترة لازم يقوي علاقته بالله عز وجل. تمام. يعني دكتورة، لازم يكون معنا. رح نتابع أكيد بالتفاصيل أكثر، مستمرين إحنا مع حضرتك دكتورة ونتابع ونتعمق أكثر بهذا الموضوع، لكن إحنا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير. متابعينا، فاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنكمل حوارنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساءً،
بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة اسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى. نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى.
عودة عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، القسم الثاني من الحلقة. بدي ارجع رحب بالدكتورة ميسون، يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيك عن جديد. اهلا وسهلا فيك دكتورة. بس انا بدي اذكر بسؤالنا التفاعلي لحتى نحاول نستقبل اتصالات المستمعين او حتى كل مين عم يتابعنا. سؤالنا التفاعلي هو: كيف ستقضون فترة حظر التجول الحالية برمضان والعيد؟ ما هي مخططاتكم؟ نحن بانتظار اتصالاتكم على الارقام 0350-234-16 او 0350-234-17. طبعا كمان فيكم تطرحوا اي استفسار او سؤال على الدكتورة ميسون ويتم الإجابة عنه بشكل مباشر أكيد من الدكتورة، من قبل الدكتورة. دكتورة، متابعة لحوارنا حكينا بالتفصيل الوضع، الحالة النفسية كيف هي، شو ممكن بعض، مرقنا على شوية مقترحات ونشاطات ممكن يمارسها الشخص لحتى يمضي وقته بشكل فعال وإيجابي بعيد عن السلبيات. لكن شق ثاني من محورنا، وهو صراحة كنا عم ندردش فيه أنا وياكي قبل ما يتم الإعلان عن الحظر، وهو صعوبات العمل بالنسبة للأشخاص يلي عم تشتغل برمضان، وتحديات الدراسة بالنسبة للطلاب يلي أيضا عندهم دراسة كان برمضان. تغير محورنا بسبب قرار الحظر، لكن بنفس الوقت نحن في عنا شريحة كبيرة من الرجال أو حتى السيدات ما زالوا على رأس عملهم، وفي إعفاءات ومستثنائين كتير من قرار الحظر، منهم الإعلاميين وأنا واحدة منهم. يعني على فرض نحن إذا بدنا نحكي عن موضوع الصعوبات اللي ممكن تواجهها السيدة برمضان مع الحظر وجو العائلة عندها محظور وهي عم تطلع وتفوت، يعني كيف ممكن هذا الشيء نقدر نوازن بيناته؟ تمام. بداية أستاذة هلا، يعني احنا بنتكلم عن رمضان وشبهة اللي هو تعطيل او العمل وشبهة تعطيله برمضان، يعني انه تماماً. في كثير اشخاص معتقدين، الغالب اللي امبارح تكلمنا فيه انا وانت، انه في كثير اشخاص معتقدين انه رمضان مش 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 الوقت المناسب اني اشتغل فيه. انا برمضان المفترض اخذ بريك، اخذ اجازه، اخذ استراحه، لانه برمضان انا بكونش مركز، برمضان انا بكون تعبان، بكون مستنزف، بكون ما عندي الطاقه، اللي خاصه الاشخاص المدخنين. يعني في كثير رجال بتلاقيهم بدخنوا بشكل مش طبيعي، بس يجي رمضان ويصوم بتلاقيه ستريس 24 ساعه، مضغوط 24 ساعة. نعم. بتلاقي حتى زوجته مجرد ما بيجي البيت بتلاقيها بتروح بتنيم الأطفال، إنه لا عدوا أبوكم إجا حيعصب عليكم، لا أدخلوا ناموا. تمام. فالفكرة إنه هذا اللي بيصير، الفكرة إنه هذا كله أو هذه المعتقدات أو هذه الأفكار غلط. أنا بالعكس، إن الله عز وجل لما بيحكي في كتابه الكريم إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هلأ الله عز وجل ما راح يكلفنا اكثر من طاقتنا، فبالتالي لما هو فرض علينا الصيام فهو فرض علينا وامرنا بالعباده وباعمار الارض في هذا الشهر الفضيل، لانه عارف انه احنا بنقدر او احنا بنستطيع. نعم. فبالتالي كل الشبهات اللي بتحكي انا ما بقدر اشتغل، انا تعبان، انا مش عارف شو، هذه كلها حجج ما في شيء. يعني بالعكس، اذا بتلاحظي استاذه هلا انه في كثير امراض احنا بنعالجها بالصوم. تماما. حتى عند الـ الناس اللي ما عندهمش دين، او الناس اللي ما بيقروا انه في اله، بيستخدموا الصوم في علاج الكثير من الامراض. نعم نعم صحيح. فالفكره انه انا حكينا بالتفصيل دكتوره خلال تقريبا 17 يوم اللي مضت مع اخصائيه تغذيه وحتى اطباء، واكدوا انه فائده الصيام على الصحه الجسديه وازاله العديد من الامراض. صحيح. لمجرد الاعتماد على فترات يعني نوعيات معينه من الطعام، عدم الاسراف في الافطار، كمان هدول الشروط لازم تكون حاضره لحتى يتحقق الصيام بشكل فعال. صحيح. هو الصوم، شوفي، الصوم فرصة لرفع الهمة، الصوم فرصة لأني أنا أقدر مدى إرادتي، مدى همتي، مدى عزيمتي. فهم أيام معدودات، زي ما ربنا حكى في سورة البقرة أيام معدودات. نعم. أيام معدودات، في الأيام المعدودات هذه ممكن بشهر رمضان، شهر رمضان يكون فرصة يغير حياتي للأفضل. في عندك ليلة القدر، ليلة القدر ليش سميت ليلة القدر؟ لأنه الله عز وجل فيها بغير أقدار الناس للأفضل. يعني في عندنا أشياء مثلا أستاذة كتبت في الملأ الأعلى، فلانة ما تخلف، فلان ما يتزوج،
اجت ليلة القدر، صادفت انه الانسان دعا فيها الله عز وجل فغيرت اقداره اللي كتبت خلال السنة. تمام فبالعكس صحيح. رمضان فرصة، فرمضان فرصة اني انا اجدد ايمانياتي، اجدد عزيمتي، يعني مش بس بالشكل الايماني، لا هي ممكن تكون زيادة بالارادة، زيادة بالعزيمة، ممكن تكون حافز انه ربنا يفتح لي ابواب الدنيا ويفتح لي ابواب الاخرة ايضا. تمام. طيب دكتورة، بس لا يعني مشان نختم الفكرة المتعلقة بعمل السيدات، ربما اللي هو أصلا بداية السؤال، في هلأ سيدات مثل ما ذكرنا عم تشتغل، وفي شباب ورجال عم يشتغلوا، لكن لربما وقع أنه عمل الرجل أو الشاب بفترة الحظر أهون وأخف وطأة على السيدة اللي عم تشتغل وعندها مسؤوليات ولادها بالبيت، ربما يعني كمان ممكن زوجها يكون معطل، أصلا في عندها طقوس رمضانية مثل ما قلتي لازم تهتم بجو العائلة بشكل أكبر. يعني ما بعرف، أنا حاسة أنه نحن كيف فينا ندعم هي السيدة وحتى الشاب، يعني في بعض الأشخاص والشباب بيعانوا صعوبة أنه طب كل العالم مسكر وكل العالم معطلين، ليش نحن بدنا نداوم؟ هون كيف فينا نحفزهم على أنه لا، يعني لربما العمل حيكون أحسن لهم من الناحية، في نواحي إيجابية هن مو شايفينها لسه. صحيح. هلأ السؤال له شقين، بالنسبة للنساء أو تحديدا للمرأة العاملة، أنا أحكي لك أنه كل شيء مع تنظيم الوقت بيمشي. يعني أنا قبل ما يجي رمضان، أنا ليش استنى رمضان أصلا؟ المرأة العاملة عارفة حالها مضغوطة، عارفة حالها أنه رمضان راح تكون إضافة عليها، وإن شاء الله راح تكون إضافة نوعية أو إضافة جديدة. حلو. إيه ليش أنا ما أحاول قبل رمضان أرتب أموري؟ يعني مثلا أحاول أعمل جدول لأول 10 أيام في رمضان، شو أنا بدي أطبخ، شو أنا بدي أعمل، وتكون كتبها على ورقة وكتب عليها لائحة الطعام أو لائحة المتطلبات، أي شيء وتعلقها كل يوم شو بدها تطبخ زائد شو المتطلبات اللازمه لهذه الطبخه او هذه الاكل. هذا على نطاق الاكل. الان لاول 10 ايام هذا استاذه هلا بوفر عليها وقت اللي هو التفكير. بتروح من الدوام، انا شو بدي اطبخ اليوم، انا شو بدي اعمل. طب هي بتروح مثلا قولي 6:30، الاذان بيقدم 8:05. تمام. ما عندهاش هالوقت اللي انها لسه بدها تفكر شو بدها تعمل او شو بدها تطبخ. فبالتالي تنظيم الوقت قبل رمضان مهم جدا، انا على النطاق الشخصي بعملها. جميل. يعني اللي تحاول هي ترتب وقتها، ترتب امورها، تحاول انه يعني كلنا بنعرف انه النساء قبل رمضان بيعزلوا البيت وبنظفوا. تماما. فبالتالي البيت البيت خلال شهر رمضان بيكون نظيف. فلو انا مثلا ساعه يوميا اتركها هذه للنظافه مثلا، يعني بعد السحور اجلي الصحون، ارتب، انظف بيتي، انام للساعه 9 9:30، 9 اصحى اصلي مثلا الضحى، بعد صلاه الضحى اطلع اروح دوامي، ارجع اشوف اقعد بعد الدوام اصل البيت، بعد ما اصل البيت مثلا اقعد نص ساعه اقرا قران، اشوف اولادي شو محتاجين، ابدا من 6 6:30 ادخل المطبخ، للثمانية او للسبعه او 8 الا احضر الوجبه، الوجبه جهزت، اقعد اقرا قران، بعد القران افطر انا وزوجي واطفالي، اصلي المغرب، بعد المغرب اقعد مثلا بعد صلاه المغرب اقعد اجلي، بعد الجلي اقعد هيك فتره انا والاولاد نتناقش بامور متعلقه بالبيت، نقعد نقرا قران، بعد بيجي صلاه التراويح بالنوم. يعني اهم حاجه استاذه هلا تنظيم الوقت. صدقيني احنا عندنا وقت اكثر من المتطلبات اللي موجوده علينا. لو بننظم الوقت، يعني انا مثلا عندي اليوم علي مثلا بالاسبوع اغسل مره او مرتين، الغسيل راح ياخذ مني كذا، تحضير الوجبه راح تاخذ مني وقت هالقد، يعني هيك قيام بجدوله، وضع جدول للاعمال بشكل دقيق مثل ما قلتي هو اكيد مفتاح لانه تكون السيده مرتاحه. طيب دكتوره ميسون، نحن رح نتابع مع حضرتك اكيد، لكن مضطرين نطلع لفاصل اخير، فاصل اعلاني متابعينا اخير، وبنرجع بعده لنكمل حوارنا، خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل
حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. مسك عم تعالى هالراي، لمحبتنا أحلى حكاية، إيد تطبطب جرح وهم، إيد تغني فرحة تلم، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. بس يرجع رحب بالدكتورة ميسون. أهلا وسهلا فيك دكتورة ميسون. عن جديد دكتورة، نحن قبل الفاصل حكينا بشكل مستفيض عن الحالة النفسية وأيضا عن الصعوبات التي قد تواجه الشباب أو حتى السيدات العاملات المعفاء اللي عندهم عفاء من قرار الحظر وعندهم أشغال وأعمال. خلينا نهتم شوي بهذا المحور بالأطفال.
العائلة اللي عندها أطفال، الأسرة اللي عندها أطفال، كيف ممكن هن يخففوا من الضغط والتوتر النفسي وأكيد العصبي بسبب انحباسهم بالبيت، ربما عدم لعبهم وخروجهم للحدائق، أو حتى يعني يطلعوا مع أهليهم يتسوقوا. هون كيف ممكن نحن نخفف شوي من هذا الضغط اللي حيكون على الأطفالنا، وأيضا ممكن مقترحات تقوم فيها الأهالي سواء كان الأب أو حتى الأم؟ تمام. هلأ بالنسبة للأطفال، طبعا موضوع تنظيم الوقت في رمضان أو عفوا في فترة الحظر بالنسبة للأطفال فهو مرتبط ارتباط كبير بالأم. يعني أنا ما بدي أحكي بالوالدين بقدر ما هو مرتبط بالأم. الأم عليها حمل كبير أو عليها عبء كبير إنها هي تحاول يعني ترتب شو، أو هي أعلم الناس أو أعرف الناس بالحاجات الأساسية اللي بتطلبها الطفل. تمام. يعني بداية أنا لأنها أقرب، هي صراحة أقرب من الأب لأطفالها، فهي عارفة طفلها هذا شو الأشياء اللي بترضيه. الطفل هذا شو الأشياء اللي بتغضبه. هذا شو اهتماماته، هذا وين ميوله. حتى لو الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة جدا، فالآن أنا بحاول من خلال فترة الحظر أو من خلال شهر رمضان أحاول يوميا أغرس قيمة جديدة في نفوس أطفالي. جميل. يعني حاول إني مثلا اليوم يا جماعة أو يا حبايبي إحنا بدنا نتخلص من آفة الكذب، يعني نقعد مع بعض بدنا يعني تحاول تختلق أفكار معينة من خلالها تساعد أطفالها إنهم يتخلصوا من هذه الآفة. بكرة إن شاء الله راح نتناول شغلة تانية. بعده بنتهي شهر رمضان أو بتنتهي فترة الحظر بتلاقي أطفالها اكتسبوا، يعني عفوا في مثل بيقول ابنك على هوا ما تربيه. يعني شو أنت بتزرعي فيه أو شو أنت على شو بتعودي راح يكبر، وزي ما أنت بتزرعي راح تلاقي إن شاء الله. فبالتالي أنا أحاول إنه أستغل الفترة هذه أعلمه كل يوم مهارة، أعلمه كل يوم أغرس في نفسه قيمة أو أغرس في نفسه مفهوم جديد، لأنه الأطفال الآن أستاذة هلا زي الماعون، يعني إيش بتحط فيه بيستوعب. فأنت الآن زي ما بيحكوا الكرة في ملعب الأم. تمام. هي قادرة يا تطلع ابنها هذا بالشكل الجيد أو بشكل المسلم الصالح، أو ممكن يعني تخرجه بشكل كل من يراه يدعو على أبويه. يعني نعم. طيب دكتورة، نحن بنشوف يعني صراحة لنكون شوي قريبين من الأهل أكثر، عم نشوف الاستخدام المفرط من قبل الأطفال لأجهزة الخلوي، الإنترنت، الموبايلات أو حتى الألعاب، وخاصة هلا رح تزيد ربما ما في دراسة وعنا حظر ورمضان وقعدة طويلة بالبيت. وبعض الأهالي هذا الشيء اللي ممكن يزعج، إنه بعض الأهالي لا بيرحبوا بيقولوا لا أحسن ما يضل يعيط، أحسن ما يضل يصرخ، أحسن ما يزعج أبوه. يعني بيعطوك مبررات إنه يلا معش خليه يستخدم هالجهاز أو هاللعبة. هون شو لازم تعمل الأهل؟ طب نحن هلا حنعمل لهم، حنزرع لهم قيم، لكن ربما الأطفال خلص يكونوا متعودين على أنواع معينة من الألعاب اللي بترضي، مثل ما قلتي عن جد هذا الجو اللي هن متعودين يقعدوا فيه. تمام. هلا هنا يأتي دور الأم كونها العارفة. لا شوفي، كل طفل أستاذة هلا في نقاط معينة الأم قادرة تضغط عليها في حال إنه لا أنا اليوم إن شاء الله إحنا بدنا نقعد، أو هي عارفة ابنها شو بحب. وبالتالي مش كل مش كل الأطفال، أو عفوا الطفل مش 24 ساعة يمسك الموبايل ويضله يلعب ببجي أو يمارس الألعاب. وبالمناسبة يعني الدراسات العلمية أثبتت، لو كل أم بتسمع هذه الدراسة أو بتتيقن انه الجلوس او جلوس الطفل اكثر من ساعه. نعم. على الهواتف النقاله سيعود عليه بالضرر السلبي ويقلل عنده التركيز. أكيد. وهذه دكتورة. الاشياء راح تثبت او راح تتاكد مع مرور الزمن. نعم. فبالتالي صحيح. انا لازم اكون حريصه على لازم اكون حريصه على اللي هو حياه. اكيد هي نصيحه مثل ما ذكرتي دكتوره ميسون، هي نصيحه بالفعل جوهريه.
وختامية رح نختم فيها حلقتنا اليوم. دكتورة ميسون محمد النباهين، بدي تشكرك كثير على هالاستضافة وهالكلام الجميل والنصائح الذهبية. شكرا جزيلا لك دكتورة ميسون، وإن شاء الله لقانا بجدد بحوارات قادمة. متابعينا ومشاهدينا، خاصة حلقتنا لليوم إن شاء الله لقانا حيتجدد يوم الاثنين الأسبوع القادم. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء. بالهم بنطلب رأيك.